صباح الخير، صباحكم بهجة، صباحكم سعادة مشاهدينا الكرام، وأنتم تنضمون لنا وترافقونا في برنامجنا، برنامج أيامكم عيد. كل أيامكم عيد إن شاء الله، وكل أوقاتكم فرح وسرور. بالتأكيد أنه طاقة العيد هي طاقة متجددة، والغاية منها أنه تجديد الروح والإزالة من كل ما هو عالق بالإنسان من مشاكل، من اضطرابات، ومن حتى أوقات عصيبة. نتجدد مع كل يوم في أيام عيد الفطر المبارك، وإن شاء الله معنا في الاستوديو شخصيات جميلة ورائعة، وفقراتنا لهذا اليوم فقرات ممتعة أيضا. نعم مشاهدينا الكرام، اكيد بجمعات العيد ولمات العيد نقابل شخصيات متنوعه وعديده. احنا نحاول ان نصفي على هذه الشخصيات من طاقتنا الروحيه ومن سعادتنا ومن قلقنا ايضا، لكن بعض الشخصيات ممكن انه صعب اتعامل وياها، خصوصا في الجمعات، خصوصا في اللمات، وربما تحدث بعض الاضطرابات لا سامح الله. فمن خلال حلقتنا لهذا اليوم راح نتعلم بعض النقاط المهمه اللي من خلالها اقدر اجدد الطاقه السعادة، وأضيف على هذه الجمعات وعلى لمات العائلة نوع من أنواع السعادة. بس خلي أعرف بالبداية من ويانا وبهذه الحلقة وداخل استوديو قناة الإمام حسين ياسة نور. أهلا وسهلا بكم، صباحكم خير، صباحكم عافية إن شاء الله. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا. محضرتنا أشياء حلوة اليوم من صنع إيدك. بلي. إن شاء الله تضيف على الحلقة وتضيف على مشاهدينا الكرام طاقة السعادة إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم. نعم، معانا أيضا سيد علي الميالي. أهلا وسهلا سيد علي، وحياكم الله وأيامكم سعيدة إن شاء الله. أيام السعيدة عيدك مبارك، الله يخليك. أهلا وسهلا. الله يحفظك يا نبيل، صباحك خير، صباحك عافية، وللمرة الثالثة أقول لك أيامك سعيدة وكل عام وأنت بخير. أيام سعيدة، صباح الخير على الجميع. اليوم أنا كلي نشاط وحيوية، وسمعت بنصيحتك ونمت في وقت مبكر، لذلك اليوم أنا كلش نشيط. عفية عفية يا نبيل، وإن شاء الله تكون حلقتنا لهذا اليوم مميزة بوجودك وجود ضيوفنا أيضا. شكرا باجي. أهلا وسهلا يا نبيل. نعم مشاهدينا الكرام، موضوعنا ومحورنا لهذه الحلقة راح تكون مثل ما نوهنا أنه طاقة السعادة، وكيفية التعامل مع عدة شخصيات مهمة في جمعاتنا ولماتنا للعيد. أكيد أنا بحاجة إلى أعرف أنه أنا وين رايحة وإلمن رايحة، إذا كنت أنا رايحة أزور ضيوف معينين، أو بالعكس إذا أنا كنت أستقبل أشخاص معينين داخل الأسرة، لازم أنه أراعي ظرفهم النفسي، طاقتهم الروحية، أيضا وضعهم الصحي، حتى ما أكون ثقل على الآخرين، وأيضا أنه أعرف أتعامل مع كل شخصياتنا. بالبداية راح نتعرف على ست نور وعملها، وأعرف أنه شلون راح يكون هذه الهدايا. يمكن أنه أنت عادتها للأطفال الصغار بالعيد مو؟ بلي. زين، نتعلم من عندكم ونتعرف عليكم أكثر ونشوف شنو هذه الأشياء اللي عادتها لنا. الحقائب هي عبارة عن يعني واحد ياخذ هدية، ياخذها كطلعة مناسبة في الحفلة، هيك يعني تجي الحقائب. ممكن أقدمها للبنوتات الصغار وتسعدهم، وأني أحضرهم بالبيت، وما راح يمكن تكلفني مبالغ كبيرة مو؟ هي ما تكلف، بس تكلف وقت بالشغل. تكلف يعني لازم أعدها قبل العيد بكم يوم؟ كم يوم عافية. تقريبا أسبوع، لأن عدتها وايد. ماشي تمام، اذا نتركش مع العده مالتك وابدي اشتغلي لنا، وحتى نتعرف بالبدايه على اولى الخطوات. شنو الشيء؟ اخذ السناره، اقصد خيط السناره، يسموه خيط الصياد. اقصه
إذا راح نتركش أولى الخطوات ونتحول إلى ضيفنا ملا علي. صباح الخير ملا علي من جديد. صباح الخير الله يخليك. ملا علي قد استلمت هدية وعيدية هذا العيد؟ زينة تسوى؟ تسوى إن شاء الله، كل أعيادك تسوى إن شاء الله. نبيل اليوم أشوفك أنت كلش فرحان، يمكن اليوم كانت العيديات مالتك أكثر من البارحة. اليوم ما شاء الله صبحنا من الصبح على الخير والبركة والعيديات الدسمة ما شاء الله. أول ما دخلت لهنا ما شاء الله السادة الكرام عيدية وعيدية ما شاء الله. البارحة همين رحت خوالي وعمامي وهم طوني عيديات، وهسه سيد علي ما شاء الله يقول مستلم خوش عيدية أكيد هم يعطيني عيدية. هو ينطيك ولا أنت تنطيه؟ مو أنا صغيرون هنا أنا الطفل المدلل مو متفقين. يلا ماشي سيد علي، إذا عيدية نبيل عليك إن شاء الله. نسمع من عندك شنو محضرنا يا سيد نبيل، حتى عفوا يا سيد علي حتى نرجع نبيل. شوف نبيل حتى غلطتني باسم سيد علي. مو أنا هنا طاقة السعادة اللي تسولفون عنها، فلذلك يعني اسمي لطيف على ألسنتكم بكل تواضع. يلا نسمع سيد علي شنو يقول. صلوا على محمد وآلي محمد. اللهم صلي على محمد وآلي محمد. غنت نجوم السحار اليوم عيد المنتظر، غردت حتى الطيور سيدي يمت الظهور، غردت حتى الطيور سيدي يمت الظهور، سيدي يمت الظهور. اليوم كم قلب بوجودك ينشريح، وقام طير الشوق يصفق بالجنيح، إيش وقت يا المهدي يطر وجه الصبيح، قلوبنا صحرة ترب عازت في ليح، قلوبنا صحرة ترب عازت في ليح، ذبل وردك بالهجر لحد ما فجرك يطر، ذبل وردك بالهجر لحد ما فجرك يطر، ويعيم على هالدنيا السرور، سيدي يمت الظهور، سيدي يمت الظهور. صلوا على محمد وآل محمد. صلي على محمد وآل محمد. سنت احسنت مول. الله يخليك. شنو رأيك يا نبيل بسيد علي؟ ما شاء الله صوته رائع جدا، عنده خامة فخمة وعنده مستقبل مشرق بإذن الله، أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. موفق يا سيد علي ببركة خدمة محمد وآل محمد. نعم مشاهدينا الكرام، طرحنا موضوع وممكن أنه نعرف رأيكم به من خلال أرقامنا الظاهرة أسفل الشاشة إن شاء الله حول محور حلقتنا لهذا اليوم، وهو كيفية التعامل مع الشخصيات المتعددة وأيضا طاقة العيد المتجددة بالسعادة والفرح والسرور إن شاء الله. أكيد أنا راح أقابل عدة شخصيات مثل ما قلنا، وممكن أنه هذه الشخصيات يا أما أنه أنا أقدر أسايرهم وأيضا أكون معهم في تناغم للسعادة، أو ممكن تتحول لا سمح الله لا سمح الله بعض التجمعات إلى صراعات وإلى خلافات وإلى نزاعات. ألاحظ بعض التجمعات خصوصا الأسرية يمكن يحدث خلاف بسيط حول شجار أطفال أو حول أكلة معينة أو حول، لذلك يحاولون أنه يمكن يتنغص لا سمح الله أوقات العيد. لكن شلون أنا أقدر أوازن هذه التجمعات وشون أقدر أحافظ على طاقة العيد وطاقة السعادة في يومنا هذا، يومنا الجميل، يومنا المبارك. خلوني أنتقل بالبداية إلى فقرتنا ونشوف مخرجنا شنو محضرنا، وبعدين نرجع نكمل محور حلقتنا لهذا اليوم. ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير.
اليوم احنا بشوارع كربلاء نسلط الضوء ونستذكر واياكم شيء مهم، فقره مهم. هذا الموضوع موضوع تراثي، موضوع تناقلت الاجيال عبر الزمان، اللي هو موضوع المسحرشي. هذا المسحرشي هو شاب يتطوع من المنطقة حتى يصح المنطقة، حتى يدق طبول، يدق برزان في سبيل يصحون للسحور. طبعا هاي العادة مرتبطة انه بعد السحور يروح يرجع يصح المنطقة ويرجع للبيت، وورا ما يرجع للبيت ويتمها لثلاثين يوم ما شهر رمضان المعظم تجي فقرة العيد. فقرة العيد نفسهم الشباب اللي يقومون بهذا الدور راح يفترون على البيوت اللي كانوا يصحهم، بالمقابل يسموها عيدية المسحرشي أو كرامية المسحرشي. طبعا خليكم ويانا راح نشوف المسحرشي ونشوف أهل المنطقة ودور المسحرشي وذكرياتهم وياه. خليكم ويانا. رجعنا وياكم احبتي مشاهدي قناه الامام الحسين، وراح نتكلم مع الحاج ذكرياته وشنو اللي يتذكره من ابو الدمام وشو يعرف من ابو الدمام. طبعا نلتقي بالحاج. السلام عليكم. عليكم السلام. بعد اسعد الله يا اهلا وسهلا يا هلا اميه، هلا بيكم. كل عام وانتم بخير. بعد قلبي وانتم بالف خير. نطلب من الله يهنيكم شبابكم ويخليكم بخر لنا. الله يسلمك. حج اليوم فقره الدمام مروا عليك اكيد الشباب. شنو تستحضر من ذكرياتك ويا الدمام؟ ايش تتذكر من عنده؟ شلون حياتكم كانت مرتبطه بيه؟ الدمام يذكرني بايام زمان كربلاء هالكبرها كانت. كربلاء من كان يجي بيها حج منعمه بالدمام، بس هو وحده الله يرحمه يمشي ويدق دمام ويقعد الوالي من السحور. من بعد السحور الرجال يروح لاهله، ذولا خلف الله عليهم احيوها. أهل الدمام شباب التراث، التراث هذا والبركة بيكم إن شاء الله. فأحيوها 30 يوم وبيوم العيد الصبح لا يلمونها المقسوم. أهل الخير كيكة كليتة مبلغ هالمقسوم لهم، بس خلف الله عليهم حيونا رمضان 30 يوم. 30 يوم حيور خلف الله عليهم، يعني الواحد حتى ما تاخذ النومة يظل منتظر أهل الدمام الصغار وكبار. زين حجي ذكرياتك ويا الدمام، الدمام كان مسؤول على منطقه يتقسم؟ لو شلون كان كل دمام مسؤول على منطقه، على شارع، على شنو يعني كانت الطريقه؟ مو هي كانت احياء، مثلا باب العباس، باب المخيم، باب اذن، كلها احياء كانت. فكل حي يطلعون من عنده شباب اثنين ثلاثه يحيون هاي الذكرى من اول يوم رمضان الى اخر يوم رمضان، يحيون هاي الذكرى الحلوه، اللمة الحلوة، القعدة الحلوة بالسحور. يعني ماكو نوم من المغرب للسحور، ماكو نوم. تشوف هاي العالم مرتاحة وفرحانة. فيوم الثلاثين لا مثل ما قلت لك البركة بيكم إن شاء الله حيتوها. الله يسلمك. والله حيتوها نجمة بالعالم. شهادة نعتز بها ونفتخر حجي. والله الله يحفظك. نطلب من الله يوفقكم، ومثل ما أحيتونا يحييكم ويحيي موتاكم، ونطلب من الله العودة عليكم. الله يسلمك. الله يطول عمرك إن شاء الله كل سنة ويانا. لا تنسونا بدعاكم. يا استجابة. الله يحفظك. شكرا جزيلا عمو. يا ممنون. مثل ما سمعنا وشفنا من الحاج أبو عباس، العادة مرتبطة بأهالي كربلاء، مرتبطة بالجميع في كربلاء، خصوصا أنهم كانوا يعتمدون على مسحرشي واحد والكل يعرفه والكل ينتظر صوته والكل ينتظر الدمام شو وقت يدك حتى يعرف انه وقت السحور في سبيل هذا الشخص اللي انطى من وقته وانطى من حياته وانطى من عائلته وقتها في سبيل انه يكون للناس يوعيهم ينبههم بوجوب السحور. طبعا يعني شيء حلو، شيء جميل من نرجع لهاي الذكريات، شيء نرجع لهذه الأمور التراثية اللي هي تنبع عن أصالة، تنبع عن حب للجميع. طبعا خليكم ويانا راح نشوف الولد أهل الدمام ونلتقي بيهم ونعرف من عندهم ونسمع من عندهم شلون طريقة عملهم. خليكم ويانا.
رجعنا وياكم احبتي مشاهدي قناه الامام الحسين وفقره المسحرتشي ويا المسحرتشي. خلينا نسمع من المسحرتشي شنو جدوله، شنو المنطقه مالته، كم فرع عنده، بالساعة يطلع بالساعة يختم. ويانا علي طبعا. علي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اسعد الله ايامك. ايامكم ان شاء الله يوم كل معبتم خير. الله يسلمك. علاوة انت شنو اختصاصك؟ انا يديك برزان. برزان. اي والاخوي هم يديك دمام. والوقت مالتي اطلع بالثنتين ونص بالليل. ايه بالثنتين ونص بالليل. اخلص بثلاثة ونص بالاربع نوبات. ايه اطلعها من البداية للاخير. نهاية اشارة والنوبة ارجع للبيت. زين علاو انت المنطقة اللي تشتغل بيها محدديها يعني هاي المنطقة ذيك المنطقة؟ محددة مالتي وامر من المختار يعني مو بكيفي. امر من المختار كل واحد منطقته يعني مو بكيفي. زين. ايه لا انا اطب منطقة غيره ولا واحد يطب بغيره. صار لك ايش قد علي بهذا الموضوع؟ صار لي تقريبا ست سنوات خمسة هيك اكثر. اي انا نفس هو نفسنا ما غيرتك. لا ما غيرت. موفقين ان شاء الله. عاد روح على المس. الله شكرا جزيلا. الله يوفقك. شكرا جزيلا. طبعا مثل ما سمعنا من علي عرفنا مهنته والبرزان والشوارع والمنطقه والتحديد وايضا التنسيق مع مختار المنطقه حتى يعرف انه اللي يقومون بهذا الواجب هم الشباب واكيد اسمائهم وتليفوناتهم عنده. طبعا راح نلتقي بالاخ سجاد صاحب الدمام. الجهد الاكبر انا اللي اعتبره هو الدمام طبعا وراح نسمع عن سجاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانت بخير. وانت بخير ايامكم سعيده ان شاء الله. سجاد انت ويا علي اكيد بنفس الدائره ونفس الطلعه هاي من تيم من عندها. من اللي يتعب اكثر انت لو علي؟ لا طبعا انا اتعب. ليش؟ لان انا بالدمام هو الثقل كله على بالدمام. يعني زين من بدايه النهايه بس احنا نساعد بيناتنا مره علي مره علي هم رامو يا بيناتنا. الرئيسي عليك الدمام. بس الرئيسي علي نوبات ويا الاسنان مكانه. والله. زين انتم هذا جهد شخصي تشترونه انتم مشترينه وخلينا. احنا من زمان احنا ما نقدر حتى نعوفها متعودين عليها. نطلع كل سنه احنا نطلع. كم سنه صار لك بديت؟ هو صار لنا تقريبا ست سنوات. ست سنوات هاي؟ عدل ايه. زين الموضوع اخذته وراثه حب انه تسوي هيك عمل بشهر الخير؟ لا وراثه اخذناه يعني هم عافوا واحنا اخذناه مكانهم. موفقين ان شاء الله. رحم الله دي. موفقين شكرا جزيلا. طبعا خلينا نشوف ابو الصينيه ابو اللي يجمع. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اسعد الله ايامك وكل عام وانت بخير. وايامك وعام وانت بخير. صحه وسلام. انت هسه تفتر باي الصينيه، شنو وظيفتك بالايام اللي بشهر رمضان وظيفتك هسه؟ بشهر رمضان انا اجمع العيديه. ادق البيبان اجمع العيديه. من بعد علاوي انا ادق دمواب. من بعد علي. يعني انت وظيفتك مساعد لعلي، كون علي هو اكثر شيء يتعب بالدمام. اي اكثر شيء انا مرات اتعب بالدمام، لا ما هو علي، انا اطلع مكانه. موفق. زين انت اخوهم لو وياهم بديت العمل مات؟ لا انا اخوهم وياهم. وياهم. صار لك كم سنه وياهم؟ صار لي ست سنوات تقريبا. ست سنوات؟ ايه. على هذا العمل. نفس المكان انتم باي السنوات كلها لو غيرتوا الاماكن؟ لا نفس المكان. نفس المكان اي. موفقين ان شاء الله. شكرا جزيلا حبيبي. مثل ما سمعنا وشفنا من الاخوه كل واحد ودوره، كل واحد وترتيبه، كل واحد ونشاطه، يساعدون يتعاونون. ابو الدمام يتعب ياخذه علي، ياخذه احمد، ياخذه اي واحد ياخذه في سبيل انه يتمون هذا العمل الجميل، هذا العمل الخيري، هذا العمل اللي هدفه نبيل انه احياء تراث. ومن ضمن احياء التراث هو التذكير، تذكير المؤمنين بعظمة هذا الشهر، بالفروض اللي واجب عليهم بهذا الشهر. طبعا نشكرهم ونشكر جهودهم ونشكر الخدمة اللي يقدموها لمنطقتهم ولأبناء منطقتهم وجوارينهم. طبعا هنا وصلنا وياكم أحبتي مشاهدي مجموعة قنوات الإمام الحسين لنهاية فقرة المسحرتشي. نلتقيكم في فقرات أخرى. في أمان.
شكرا للزميل علي الخالدي، كان تقريره وفقرته جدا رائعه عن المسحرتشي. شفنا المسحرتشي بين الماضي والحاضر، وايضا شاهدنا ذكريات الشيبه عن هذه العاده والطقوس الجميله خصوصا في محافظه كربلاء، تحمل كثير من المعاني وكثير من الذكريات. وايضا شبابنا اليوم هم مؤدين هذه الشعيره او هذه الطقوس ان صح التعبير، لكن بطريقه جميله ورائعه، رغم انه وجود المنبهات، رغم كأنه الأكثر بينا ما ينام فترة الليل، خصوصا أنه عادات شهر رمضان تتطلب من عندي أدعية وعبادة وأيضا مواصلة السهر باعتبار أنه إحنا مواصلين هذه الأوقات، لكن نبقى بحاجة أن نسمع إلى نغمة المسحرتشي حتى يشعرنا بطاقة السعادة في هذا الشهر الفضيل. يا غافي قوم وحد الله، قوموا لسحوركم، إجا رمضان يزوركم. حايدة سمعت النغمة المميزة، أصلح أني أصير بالمستقبل مسحرتي؟ حافظها، شلون حافظها يا نبيل؟ مؤاني يومية أنزل أسلم عليهم وأتمشى وياهم وأتعرف عليهم، حتى اكتشفت شغلات كلش حلوة ومهمة عن المسحرتي. أول شيء هي تراث متوارث عن الأجداد، وحتى يستخدمون البعض نفس الطبلة من جد إلى جد وإلى ابن آخر، بحيث أنه كل سنة يطلعون ويستخدمون هذه الطبلة لإحياء هذا التراث. وتدرين أكو ناس يستخدمون الصافرة، ما يستخدمون طبلة، يسموها الشرخشي، هاي بغداد بالسنوات السابقة القديمة، وكل منطقة لها فت أقوال معينة، عبارات يستخدموها. أنا كلش أحب المسحرتشي وكل يوم أنتظر حتى أسلم عليه. حلو يا نبيل. مولا علي، شنو رأيك بالمسحرتشي وشنو رأيك إنه بنبيل كان يطلع ويا المسحرتشي ويفتر وراه، يمكن ينطي حتى سحور يتقاسم ويا سحور بنبيل؟ إيه طبعا، أعطيهم تمر لبن، وإذا مسوين سحور طيب أسوي لهم سندويتشات، أنزل لهم صينية، ومرات لا أنا أفتر وياهم وأكل شيء حصلون. نبيل أكيد أنت اليوم منورنا، وأيضا فقرة المسحرتشي كانت عندك أيام حلوة وياهم وذكريات حلوة وياهم أكيد. نسمع من عندك يا سيد علي شنو محضرنا لهذا اليوم حتى نرجع لمحورنا الرئيسي والناقشة مع مشاهدينا الكرام. إن شاء الله أسعى الإمام المهدي. إن شاء الله. وانا القال ما يظهر خلي تراجع احسن له من يظهر بعد ما يفيد توبه ومغفره قله. وانا القال ما يظهر خلي تراجع احسن له بعد ما يفيد توبة ومغفرة قلة. لو يشرد لو يشرد لأراضي الصين سيف المهدي يوصل له ويحكمها الدنيا بكفي أنا، يحكمها الدنيا بكفي أنا، يحكمها الدنيا بكفي أنا. صلي على محمد وآل محمد. إن شاء الله قريبا عاجلا كلمح البصر وهو أقرب من ذلك يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج. أكيد مشاهدين الكرام ما نزال مستمرين في حلقة مميزة من برنامج أيامكم عيد. طبعا هذه الحلقة هي إن شاء الله راح تكون الحلقة الأخيرة ضمن عيد الفطر المبارك، لكن إن شاء الله مستمرين معكم في برامج جديدة ومنوعة. أيضا معنا الست نور وما تزال تعمل في إعداد الحقائب الجميلة العيديات والهدايا للبنوتات. وين وصلتي يا ست نور؟ بعدني بالبداية. إن شاء الله نوصل وياك بنهاية الحلقة إلى إكمال هذه التحفة اللي تصنعيها دائما انت. ان شاء الله ان شاء الله. طبعا مشاهد نعم ابنبي، انا عجبوني هاي اللي تسويهم، بس انا تعرفين شاب وهيك يعني ما البس حقائب، شنو تسوي لي؟ انا اريد في شيء تسوي لي حلو بذني شغلات. شنو تسوي لي؟ الهدايا، ميداليات، ميدالية مثلا، ميداليات تسوي لي؟ تسوي لي تسوي لي عافيه. وبعد شنو تسوي له؟ اقدر اسوي له اي ميدالية تعجبه. شو تعجبك؟ نجمه، قلب،
الله كلش حلو. هذه ان شاء الله نبيل يكشخ بيها اليوم بالعيد ويطلع ويا اصدقائنا. شكرا شكرا ست شكرا شكرا. ايضا مشاهدينا الكرام موضوع جدا مهم طرحناه بدايه الحلقه هو كيفيه السيطره على طاقه السعاده وايضا اشاعه طاقه السعاده في التجمعات، خصوصا من تكون هناك تجمعات او زيارات للعوائل الكبيره او الاصدقاء او حتى ممكن تكون لمه او جمعه اني اعرف هذه الشخصيات او ممكن اول مره اقابلها وما ملتقي بها سابقا. فاول الشخصيات اللي ممكن انه تسحب من عندي طاقه السعادة هي الشخصية الممتصة لطاقة السعادة اللي تشعر فجأة معها أنه أنت ممكن تكون ثقيل أو ممكن تكون أنه ما مرتاح أو حتى تسحب من عندك هذه الطاقة. وأيضا معايا بعض الأحيان أشوف هناك شخصيات لاذعة تحب تنتقد انتقاد غير بناء، ممكن تنتقد إنجازاتك بشكل غير محبب، ممكن تنتقد كلامك أو تنتقد ملابسك أو تنتقد تصرفاتك بهذا الجانب. وأيضا أكو شخصيات منها أنه يؤدي دور الضحية. هذه الشخصية يمكن البعض يعاني من عدها أنه دائما يلوم أو دائما يؤدي دور الضحية وأنه أني مسكين وأني مظلوم وأني، فيبدي يقلل من طاقة السعادة ودائما يشتكي. ألاحظ أيضا طاقة أناس هم فضوليين، هذه الطاقة اللي دائما ما تجمع عبارة عن أنه انتهاك الخصوصية، ممكن يتدخل بحياتك الشخصية ويثير بعض النعرات والمشاكل، ممكن يتدخل بأمور شخصية ويذيعها على الملأ وأنت راح تنحرج أمام الآخرين فيسبب لك إحراج. أيضا بعض الأشخاص هم من المجاملين المزيفين، ممكن أنه يبالغ بالمدح، يبالغ بأنه يمدحك أكثر من اللازم فراح يظهر أنه غير حقيقي. أيضا هناك بعض الشخصيات اللي تحاول تسحب من عندي الطاقة، لكن علي أن أتعلم كيف أتعامل مع كل شخصية من هذه الشخصيات وما أسمح لها أنه تعكر مزاج العيد علي، فأتجنب الحديث معهم عن حياتي الشخصية وعن خصوصياتي عن طريق التدريب على مهارات إدارة الحوار. وأيضا أتجنب التعبير عن المشاعر اللي تخصني أنا، مثلا أنه ممكن أشعر ببعض الحزن وأني ما أفضل أنه اليوم أذيع هذا الحزن أو أبين للناس خصوصا بأوقات العيد. فالأئمة عليهم الصلاة والسلام ما قرينا في عبارات أو ما شفنا في كتب أنه أيام العيد كانوا عندهم مثلا مراسيم للعزاء أو مراسيم للبكاء، رغم أنه الإمام عليه الصلاة والسلام يقول في بعض الأقوال أنه يصرح في بعض الأحاديث أنه هو العيد يتجدد عليهم الحزن لأنهم يرون حقهم في أيادي غيرهم، لكن ما شفنا أنه إمام من الأئمة في يوم العيد أنه كان عنده طقوس للبكاء أو كان عنده طقوس للحزن. بالعكس كانوا هم ينشرون طاقة السعادة، ينشرون طاقة الفرح والعطاء، والدليل أنه دائما في الأعياد يحرصون على مساعدة الضعيف، يحرصون على مساعدة اليتيم وأيضا العطف على الصغير. فلا ما أسمح لشخصيات معينة أنه تسلب من عندي طاقة السعادة. بالعكس أنا يمكن اليوم فاقدة شخص عزيز أو فاقدة شخص غائب أو عندي مشكلة معينة، أنا إكراما لعيد الله، إكراما لطقوس الله، إكراما لهذا العيد اللي رب العالمين شرف أمة محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام بهذا العيد، أنا راح أخبي حزني، راح أخبي الطاقة السلبية اللي عندي وممكن أبتعد عنها، خلي أنشر طاقة الفرح، طاقة السعادة من خلال العطاء. نبيل أنت تلاحظ أنه بعض الشخصيات يمكن يأذوك بالعيد وشون تقدر تتهرب من عندهم؟ آخ شايف الستوريات وين تفتحين؟ كل ما تفتحين تليفونك بالعيد تلقين أمة محمد قاعدة يا العيد أجا العيد وما أدري هم غياب وأهلك زين ليش هذا اليوم هو رب العالمين خلاه يوم فرح ويوم سعادة، الأيام كلها يطلعون ويفترون ويضحكون ما يذكرون الحزن إلا بيوم عيد الله
مو المفترض اليوم احنا ننشر السعادة ونفرح الناس، وبالعكس الناس الغايبين نذكرهم بالزين، سوي لهم ثواب بهذا اليوم المبارك، ندعي لهم هاي البواكي ونشر الحزن بهذا اليوم، نأذن البقية اللي يشوفونه. صح لهم مو صحيح؟ صح بالفعل. أنا لو أنطي عيدية لأي طفل وأفرحه بالنيابة عن الشخص اللي فاقدته، هذا راح يوصل له أجر وثواب. عفوا يعني إذا ينطوني عيدية أخواني إيش قد يحصلون ثواب؟ أنت تحصل؟ إيه؟ يعني ينطوني العيدية وهم يحصلون الثواب وأنا أفرح. خو أنت أعطي غيرك. أنا أنطي، أنا أول يوم باجي أنا وياك، مو أول يوم الثاني عيديتي؟ إحنا أعطيناك عيديتك يا نبيل. لا انت ما نقول بعد يعني تعرفين ها. ما يصير نطلعهن الأسرار، ما يصير نطلعهن مو؟ يستوني حكينا منذيع أسرارنا حتى ما نسمح للآخرين يدخلون بخصوصياتنا. عفية أنا قبل أطبق كلامك. عفية عفية باجي أنا أسمع الكلام ومباشرة أتعلم الدروس. زين نشوف سيد علي. سيد علي إيش قد حصلت عيديات؟ ما حصلت هواي. ما حصل هواي. هسه نبيل راح يتقاسم وياك عيديته. الله نبيل يتقاسم عيديتك ويا سيد علي. يتدلل. شوف يتدلل. هذا ضيف العزيز. دلل سيد علي. أيضا مشاهدينا الكرام، الأشخاص اللي فقدناهم أكيد هم أعزاء، أكيد لهم مكانة ومنزلة خاصة فينا ونفتقدهم في أيام الأعياد، لكن أنه نقطة جدا مهمة أنه ما وجدنا في الأحاديث والروايات أنه من طقوس العيد زيارة الموتى أو استحضارهم أو استذكارهم، لكن خلي ممكن أنه هؤلاء الناس اللي عايشين ويانا الآن في هذه الدنيا والحياة الدنيا أنه أبذل لهم طاقة السعادة بثواب مثل ما قلنا بثواب الناس اللي فقدناهم. أيضا موضوع جدا مهم هو الأطفال، لا أنساهم وأبدي أعكر مزاجهم بحجة أنه أنا فقدة شخص عزيز، وهؤلاء الأطفال اللي عندي بالبيت راح يخيم عليهم الحزن، راح يخيم عليهم المأساة وأسلبهم الذكريات الجميلة اللي ممكن أنه ترافقهم طول حياتهم. أنا لو أتذكر أهلي، أتذكر أبوي الله يرحمه، أتذكر والدتي الله يرحمها شلون أنه غذتني بطاقة السعادة في العيد، بالتأكيد أنه ما راح أحرم هؤلاء الأطفال الذكريات الجميلة اللي ممكن أصنعها لهم مثل ما نصنع هذه العيديات الجميلة وهذه الأشياء الجميلة اللي تصنع بحب. ممكن أنه أخلق لهم جو من المرح من خلال المواليد وأبدي أبث طاقة السعادة في البيت، أو ممكن يا نبيل أنه نصنع بعض الحلوى وبعض الكيك مثل ما كانوا ويانا بحلقة البارحة وأولة البارحة الأخوات اللي صنعونا الكليتش الطيبة وصنعونا الكيك الطيب للعيد. شنو رأيك؟ البارحة إجاني معون مال الكليتش. ما شاء الله. الظاهر سمعوا أنه أنا أحب الكليتش، ومن أكلتها ذكرت كليتش شيف زينب ما شاء الله كلش كانت طيبة. هي بالفعل. وقررت طبعا أروح أشتري من عندها إذا أسوي لي يعني تبيع لي ما يخالف، أنا بما أنه صار عندي عيدية وعندي فلوس فأنا بعد تعرفين أقدر يلا أشتري. يلا نسوي لك واسطة خلي نسوي لك تخفيضات. أي والله يا ريت. طبعا أكو شغلة مهمة حكيت عنها اللي هي طاقة السعادة. أنا حاب يعني أدخل شوية بالموضوع وأتكلم، تعرفين أنا شخصية متكلمة وهاي طاقة السعادة. سولفت لي البارحة كنا نحكي عن السعادة والفرح بأيام العيد، فبيبي نعناعة قالت لي إنه السعادة تجي للإنسان من القناعة، الإنسان اللي يكون راضي بما قسمه الله عليه ويقنع بالموجود، يقنع بالأرزاق اللي عنده، بصحته، بعافيته، بحياته، راح يكون إنسان سعيد وعنده طاقة سعادة هائلة جدا يوزعها على الناس وعلى اللي حواليه ويكون شخص محبوب. فأنا قررت أيضا أكون إنسان قنوع وأقبل بالموجود عندي ولله الحمد والشكر، يعني راضي بالعيدية اللي عندي وزيادة الخير خيرين دا تطوني بعد. ما شاء الله اليوم صاير كلش عاقل وحباه وصاير زنقيل، يمكن لين جيبك ثقيل. نبيل أنت إيه اليوم فرحان وسعيد طبعا. يلا يا نبيل نشوف الصور اللي وصلتنا ضمن مسابقتنا، مسابقة البرنامج وأجمل صورة للطفل، حتى إن شاء الله بنهاية الحلقة راح تجري القرعة الإلكترونية لاختيار أجمل صورة والفوز معانا بجائزة البرنامج. خلي صورتي بكي تفوز. صورتك؟ اي يلا صورتك يا مصورنا العزيز، أخذ صورة نبيل اي عافية حتى يفوز ويانا بجائزة يمكن.
يلا خلوني صورتي. يلا نشوف الصور. خلي صوت الفرح يملي العالمين، مولد السجاد زين العابدين، مولد السجاد زين العابدين، غردت حتى البلابيل نور من السما نازيل، مولد زين العابدين، مولد السجاد زين العابدين، نور شعشع بالمدينة بهالصباح، نور شعشع بالمدينة بهالصباح، وينسيم الجنة ذاك الفجر لاح، صاحت الأفلاك حي على الفلاح، رفرف من الفرح بقلب الحسين، رفرف من الفرح بقلب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت يا ملا أحسنت. شكرا جزيلا يا ملا علي الميالي، وإن شاء الله عيد سعيد نتمنى لكم. الله هسا نشوف القرعة ومنو راح يفوز ويانا بهذه القرعة بالصور الجميلة لأطفالنا الأعزاء. ممكن مخرجنا أنه تجري القرعة الإلكترونية حتى نعرف منو اللي راح يفوز. نبيل نبيل ما شاء نبيل الله نبيل نبيل يريد يفوز. اي غير انا اجمل صوره نبيل تفوز لو نبيل. لو اطفالنا الحلوين اللي نشاهدهم على الشاشه. انا اريد افوز الان. نستعرض اطفالنا الحلوين. اي واحد اللي راح توقف الصوره على او توقف الشاشه على صورته هو راح يكون صاحب الحظ السعيد. ومعانا البنوته الحلوه فاطمة من النجف صاحبة الحظ السعيد في هذا العيد، وإن شاء الله نتمنى لها ولعائلتها كل الفرح والسرور وكل عيد وكل عيد وهي بألف خير. نعم يا ست نور، وين وصلتي؟ ما زلتي مستمرة بإنجازك الرائع أيضا. يا نبيل دا تشوف هذه الجنطة الحلوة الصغيرونة كلش حلو ما شاء الله. جوزدان متقن ومرتب. إذن هذه الجوزدان الصغير وراح يكون الفاطمة اللي فازت ويانا بالجائزة، إضافة إلى جائزتها راح نهديها شيء حلو من إيد ست نور إن شاء الله. إن شاء الله. وأنا همين راح أخذ من البيج مالت ست نور هدية جنطة الماما. الله كلش حلوة هذه الفقرة أنه تفكر بماما حتى بالبرنامج. يعني ما أنه إحنا بالعيد أخذ لها هدية العيد.
ليش انت لحد الان ما ماخذ الهديه العيد؟ يعني انا كنت بعدني دا اجمع العيديات غير ما كان عندي فلوس تكفي. زين يلا على العيد الجاي جمع اكثر على العيد الجاي ان شاء الله. ان شاء الله اي تردين انت الهم لك هديه اللي هي تستاهلين انت. الله شكرا باجي حبيبتي. شكرا نبيل على هديتك. شكرا يا نبيل على هديتك. وايضا نقول الست نور انه تفضلي هذه الحلويات العيد، وتفضل يا ملا علي حلويات العيد، وهذه النبيل وصلها وياك قل له هاي لانه هو اليوم كلش اسعدنا بكلامه الرائع. كلش طيبه طيبه لذيذه لذيذه. بس دير بالك على اسنانك لا تتكسر ان شاء الله. اهم شيء يعني اجي تاكل الغلاف وياها بقد ما طيبه يعني. نعم مشاهدينا الكرام، اكيد بالعيد بحاجه احنا لانه نجدد طاقه السعاده مثل ما قلنا، حتى نقدر انه نستمر للاشهر القادمه ونعد العده للاشهر القادمه. هي محطه استراحه من الله سبحانه وتعالى، والفوز برضاه اكيد. نعم مشاهدينا الكرام، هذا البرنامج اللي كنا معاكم طوال 3 أيام في العيد السعيد من خلال شاشة قناة الإمام الحسين عليه السلام، وأيضا بقية البرامج اللي عادتها هذه القناة، قناتنا العزيزة، أكيد أنه تحمل طاقة السعادة وتحمل طاقة الفرح خلال العيد. الموضوع المهم اللي حصل في برنامج أيامكم عيد هو الأطفال الصغار اللي كنا معاهم طول البرنامج، طول حلقات البرنامج، أيضا الأخوات العزيزات اللي استقبلناهم خلال هذا البرنامج. ممكن أنه نشجعهم على هذه الأعمال اللي هم يقومون بها، وأيضا يشكل لهم مردود مادي جيد، ونساعدهم ونشجعهم على الابتكار أكثر والانتشار إن شاء الله والفوز بطاقة السعادة. نبيل شنو رأيك بالشخصيات اللي استضافيناها خلال برنامجنا في هذه 3 أيام؟ ما شاء الله عليهم، عندهم مواهب وطاقات، يعني صدق هي طاقة سعادة تجلب إن الطمأنينة والسرور والفرح لما نشوف أكو نساء مبدعات بعدة مجالات، وحتى هم يعني يكتشفون ويبتكرون أساليبهم الخاصة حتى يبدعون بهاي المجالات اللطيفة. فهسه يعني مثلا ايش قد حلو انه تشتغل بالخرز وبالكروشيه وبالاشياء اللطيفه اللي النساء تحبها والاطفال والبنات، وايش قد حلو من يسوي لك وريد بمناسبه العيد والمناسبات الاخرى حتى تنطيها هديه، واحلى احلى 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 شيء لما يسوي لك كليتش وكيك، لانه انا صراحه احب الحلويات والاكل. طبعا انا اريد اتذكر اسماء البيجات اللي شاركت ويانا حتى المتابعين اذا يحبون ياخذون من عندهم، لانه احنا جربنا اكلهم، احنا سولفنا عن مصداقيه صح لولا؟ صحيح صحيح. فاحنا حتى هسه نراويهم مصداقيه اكل اللي جربناه والهدايا الحلوه اللي اخذنا منها وشفناها، حتى هم هم يجربوها. هنا ست انت شنو اسم البيج مالتك؟ هاند ميدا. ما سمعت أنا؟ هاند ميدا اسمه. ما شاء الله معناتها اليوم أنا راح أتابعك وأخذ من عندك. وباجي شنو كان اسم أم الكيك؟ أم الكيك كان اسمها فانيلا هاوس، وأيضا ما شاء الله عليها زبائنها مبدأ. وحتى النكهة اللي كانت هي مميزة بها جدا رائعة. وبعد البيج مال الورد، الورد نسيت اسمه إيه، كان كلش حلو شغلها. صدق؟ والهدايا اللي كانت عادتها البارحة؟ تجنن، جايبة علب مال هدايا بها ساعات وعطور، وشفت سجادة لطيفة كلش لطيفة، هاي أخذها للماما بها وياها قرآن مكتوب عليها أمي. صحيح صحيح يا نبيل، إن شاء الله نعاود في أعيادنا وكل أيامنا ومسراتنا أنه نكون طاقة سعادة وطاقة إيجابية لكل ناسنا أو أهلنا، فلنجعله عيدا مميزا، عيدا يملأ قلوبنا بالخير والإيمان، عيدا يرسخ في نفوسنا معاني الإسلام السمحة. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم طاقة السعادة تملأ قلوبكم. في أمان الله وعيني رحايتي.